يخالف سلوك معين تعتبر المؤسسة الدينية ان ده مش حشمة، فبالتالي من الخطأ ان يوقع عليه عقاب. هنا المشكلة فيما يترتب على ذلك من عقاب، من حرمان من اتمام مراسم زواج، ومن حرمان من دخول ناس للكنيسة، وترتب عليه بقى فيما بعد حرمانات تانية اخرى. ايه الهدف من الموضوع؟ جه ازاي؟ في الحقيقة هو ليه تاريخ سابق، يعني من زمان. الكنيسة البابوية في روما لما كانت بتحاول ان هي تعاقب حاكم من الحكام وتقلب عليه العالم المسيحي، لما تكون عايزة تعاقب شخص كانت بتعمل ايه؟ كانت تسحب الكهنة من الولاية دي، فبالتالي يبقى مفيش زواج، مفيش معمودية، مفيش دفن موتى. فكانت الناس نفسها، الشعب القبطي كان يهيجي على الحاكم، وهو ده اللي بيفسر ليه في التاريخ كانت الكنيسة الأولى الكنيسة البابوية. أنا مش عايز أبعد، يعني يا جماعة قصدي من كلامي إما إن الموضوع يأخذ الشكل الاجتماعي، لو دخلنا تمام هيقع منك مشاهد يقولك وأنا مالي ومال المناقشات الكنسية الدينية. اعتراضنا على سلاح الحرمان. خلونا يا جماعة نتفق على مناقشة القضية من زاويتها الاجتماعية. قضية الحشمة هي قضية اجتماعية وقبل ان تنشغل بها الاديان، يعني بتلاقي حتى البيت والاسره مشغوله بها من الداخل لاسباب حتى متعلقه بالعادات والتقاليد والقيم العالميه. هو بالقطع المجتمع المصري عموما يميل الى الحشمه بالقطع، يعني اللي مش شايف كده يبقى اعمى. الاشكاليه في ايه؟ انك انت تحاول تنسى كل القضايا الحقيقيه بتاعه اتباعك ورعاياك وتبرز قضايا في منتهى التفاهه ومنتهى السطحيه. يعني قصة ان البنت تلبس ايه او ما تلبسش ايه داخل دور العبادة، ده يكون نتيجة الدور الوعظي والارشادي للمؤسسة الدينية عن قناعة شخصية. المعيار بتاع الحشمة بيختلف من الزمان للمكان، يعني المعيار في القرى اذا بنت لبست بنطلون ده بيعتبر هو مش حشمة، في المدينة يختلف الامر. حد في اقصى قرى الصعيد غير واحدة في جاردن سيتي ولا في الزمالك. اذا المعيار متغير من مكان لمكان ومن زمان لزمان. فاذا لما تيجي تحط قاعدة بقى عايز تطبقها على كل المسيحيين هتبقى مليانة استثناءات، فهي يعني ما تنفعش قاعدة. دي نمرة واحد. ويترتب على مخالفة ده حرمان من حقوق دستورية وحقوق إنسانية للشخص، وهو زواج وهو معمودية وهو تناول، ده ما ينفعش. بس أدي القصة. علشان كده أعيد تاني وأكد زي ما قال الأستاذ روماني إن أنا لا في مفهوم في السلفية المسيحية فيه بنقولها عرفني يعني وداعش في كل المذاهب والأديان. إحنا بنقول كده. أنا ممكن أقاطعك على كلمة داعش في المسيحية. يا عم أقضي براحتك. داعش دي معناه استخدام. يا باشا أقضي براحتك. أنا بقول لك أهو أعيدها لك تاني. عشان تعرف من هو داعش في المسيحية. داعش في كل المذاهب والأديان. تمام. هم برضه كانوا بيقولوا على نفسهم كده إن إحنا كانوا بيقولوا مش عادي الموضوع ده. بعد إذنك. ليه هو أنت ناطق باسم المسيحية. أنت براحتك. لا مش ناطق. وما يمس كنيستي. باشا الكلام ده انت قلت مش عادي. بعد اذنك مش هتقولوش براحتك. لا مش هتقولوا في الحلقه بعد اذنك. ولو قال في سلفيه مسيحيه ايه اللي يضايقك؟ ما معنى السلفيه؟ عرفولك. تحب اقول لك؟ قول. لو انت عارف يا استاذ رمضان ايه معنى السلفيه؟ لو هديت شويه انا معنى السلفيه ماشي، هو الشخص اللي مغيب عن الواقع الحالي ومتغيراته. انت مغيب عن المعنى. وبيستدعي وقائع كانت من مئات السنين وعايز استحضرها في الواقع ويقول هو ده اللي المفروض نعيش بيه. ما انا بجاوب. مش بتسال ولا بجاوب. ولا انت خبير في المقاطعات التي تؤدي في النهايه. علشان كده في البدايه لان المشاهد لا يسمع شيئا لا منك ولا منه ولا مني. جديده دي لان انا قلتها لك قبل كده. ايوه بس اسمعه بعد كده قول له هو من حقه ان يقول في سلفيه مسيحيه وبعد كده انت تقول له قمه الاهانه ان يتكلم ما يخلص بالسلفيه يقول له ما يخلص وداعش ده قمه الاهانه يا عم. وانت مالك انت بقى انا مسيحي يعني وانت مالك؟ انا بقول رايي. انتوا عايزين كمان تحرموا الناس يقولوا رايهم؟ انا بقول في المسيحيه سلفيه وداعش في كل المذاهب والاديان. ايه الغريب فيها؟ هنا في ده في اللي انتوا ناس طيبين وكويسين. انتوا ناس ابناء طاعه. دي حاجه كويسه. دي حاجه عظيمه جدا. ما هي السلفيه في موضوعنا المتعلق بمنع الافراح اذا لم تلتزم العروس بفستان محتشم، واذا لم تلتزم كل سيده يتم دعوتها بفستان محتشم ايضا؟ هو موضوع اللبس المفروض ما يكونش هو ده قضيتنا. يعني الكنيسه مليانه مشاكل ملهاش اول من اخر.
ماشي بداية من الـ 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 الاف يعني في مسيحيين كتير بتترك المله والديانه ومشاكل ملهاش اول من اخر، هي دي مشاكل الكنيسه الحقيقيه، هي دي مشاكل الكنيسه الحقيقيه. اما البس ايه؟ طب الحشمه